بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 101. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. يتحدث المؤلف رحمه الله عن النهي عن مشابهة الكفار عامة وفي أعيادهم خاصة، ووقفنا هنا على قوله. الحديث الثاني ما رواه أبو داود، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ فيما سبق، ذكر رحمه الله أن مما نهينا عن التشبه بالكفار فيه أعيادهم، مشابهتهم في أعيادهم. والعيد اسم للاحتفال الذي يتكرر سنويا أو أسبوعيا أو ما بين ذلك، في أوقات محددة احتفلوا فيه بمناسبة ذكرى من الذكريات. وكان هذا موجودا في الجاهلية وعند أهل الكتاب والأعاجم، أن لهم أياما يسمونها بالأعياد، يحتفلون فيها ويلعبون فيها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وجد لأهلها يومين يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم للمسلمين إن الله قد أبدلكم بهما يومان، عيد الفطر وعيد الأضحى. فكان هذان اليومان الكريمان عيد الفطر وعيد الأضحى بديلين من أعياد الجاهلية. وذكر الشيخ رحمه الله أن التشبه بهم في أعيادهم ومشاركتهم فيها يحرم من وجهين. الوجه الأول ما في ذلك من المشابهة لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه قاعدة عامة تمنع التشبه بهم في كل ما هو من خصائصهم، ومن أهم ذلك أعيادهم. الوجه الثاني من ناحية الدليل، وذكر حديثين فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا
أن نشاركهم في أعيادهم. الحديث الأول هو ما ذكرنا معناه ومضمونه، أنه أخبر أن الله جل وعلا أبدلنا من أعياد الجاهلية بعيدين كريمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والحديث الثاني هو هذا الحديث الذي معنا، حديث ثابت بن الضحاك الذي جاء بسند صحيح وأصله في الصحيحين كما قال الشيخ رحمه الله، فهو حديث ثابت أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، والنذر معلوم وهو أن يلتزم الإنسان بشيء لا يلزمه بأصل الشرع من أنواع العبادات والتقربات إلى الله عز وجل، والنذر منهي عنه لما فيه من إلزام الإنسان نفسه بشيء لا يلزمه في الشرع، ولكنه إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وجب عليه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي القرآن: يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم. فالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة فإنه واجب، أما إذا كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وهذا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا، يعني يذبح الإبل ببوانة على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح بقصد التقرب إلى الله عبادة، وهو النسك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهو بهذه الصفة يكون عبادة لله يلزم الوفاء بها. أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة اسم موضع بين مكة والمدينة قريب من الأبواء، أو هو أكمة قريبة من الأبواء، المهم أنه اسم موضع. نذر هذا الرجل أن ينحر فيه الإبل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتيه استبان منه ما هو الدافع لهذا النذر. هل هذا المكان معتاد للمشركين أنهم يتعبدون فيه؟ قال هل كان في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني فيكون النذر لأجل هذا، من أجل هذا الوثن الذي كان يعبد، وإلا بعد قيام الدعوة، بعد قيام الدعوة والجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأوثان وأزالها. لكن قال هل كان، يعني في الماضي، هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد فيكون هذا المكان يعظم من أجل هذا الوثن الذي كان فيه؟ قالوا لا، ليس فيه وثن يعبد من دون الله. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا سؤال ثاني، يعني هل كان المشركون يجتمعون في هذا المكان اجتماع عيد يتكرر كل سنة؟ قال لا، لأن مشابهتهم في عبادة الأوثان هذا شرك أكبر، وأما مشابهتهم في العيد فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا فيه مشاركة لهم في عيدهم وإحياء لعيد الجاهلية. قالوا لا. فلما تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا محذور في المكان،
وهذا فيه أن المفتي يجب عليه قبل أن يصدر الفتوى أن يتبين ما هي الأسباب والدوافع حتى يصدر الحكم مستوفيا لشروطه منتفية موانعه. قالوا لا، قال صلى الله عليه وسلم للرجل: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، ولأنه نذر طاعة، لأنه نذر طاعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم لماذا سأل هذا الرجل هذه الأسئلة، فقال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ومن معصية الله التشبه بالمشركين في أعيادهم أو الذبح في مكان كان فيه وثن يعظم في الجاهلية. فهذا هو السبب في كونه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل هذه الأسئلة: لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذه قاعدة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولا فيما لا يملكه ابن آدم. وهذه زيادة في الجواب للفائدة، فإذا نذر الإنسان نذرا لا يملكه فإنه لا يلزمه، كأن ينذر أن يتصدق بمال فلان أو أن يذبح إبل فلان تقربا إلى الله، فهذا لا يملكه الإنسان، ليس في ملكه هذا النذر، فلا ينعقد من الأصل ولا يلزمه ذلك. نعم. ويتبعه كفارة؟ نعم، لو نذر فيما لا يملك. صحيح أنه لا كفارة عليه، لأن النذر غير منعقد، لأن النذر غير منعقد فيما لا يملكه ابن آدم ولا فيما كان في معصية الله، فالنذر لا ينعقد شرعا، فلا يلزم به شيء، لا وفاء ولا كفارة. ولا كفارة. نخلص من هذا الحديث إلى ما قصده المؤلف. نعم. وهو النهي عن مشاركة الكفار في أعيادهم، النهي عن مشابهة الكفار في أعيادهم. نعم. قبل أن نفارق النذر الشيخ حفظك الله، أحيانا بعض المدخنين إذا أراد إلزام نفسه بترك الدخان نذر بتركه، منهم من يفي ومنهم من يعجز، يلزم كفارة، وما توجيهكم في ذلك؟ نعم، بعض الناس يريد أن يترك الشيء، يريد أن يترك الشيء، لا سيما إذا كان هذا الشيء محرما ومعصية، يريد أن يتوب منه، ثم ينذر أنه إن رجع إليه أنه يفعل كذا وكذا من الطاعات، أو من ينفق كذا من الأموال، أو يصوم كذا من الأيام، وقد ينذر صيام السنة أو صيام الأشهر، من أجل أن يغلظ على نفسه المنع. فهذا له حكم اليمين، لأنه ليس القصد من هذا النذر التقرب إلى الله، وإنما القصد منه منع النفس من هذا الشيء، فهو يجري مجرى اليمين تحله الكفارة. فإذا نذر أن يفعل الشيء، أن لا يفعل الشيء، أو أن يفعله ولم يوفي بنذره، فإنه تلزمه كفارة يمين. إذا خالف هذا الشيء الذي التزم به، فإنه تلزمه كفارة يمين، لأنه ليس القصد منه العبادة، وإنما القصد منه منع نفسه أو إلزام نفسه بشيء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل، وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل. فيه يقول وضاح اليمن: أيا نخلتي وادي بوانة حبذا، إذا نام حراس النخيل جناكما. وسيأتي وجه الدلالة منه. نعم. وقال أبو داود في سننه: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم أو مقسم الثقفي من أهل الطائف، حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، أي لا أتبعه بصري ولا أقطعه عنه، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت كتاب
كدرة الكتاب. نعم. الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت فأقر له ووقف واستمع منه، فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله. قال فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. نعم. وهذا كالحديث السابق، حديث ثابت بن قيس، في أن هذا الرجل نذر أن ينحر غنما، الحديث الأول ينحر إبلا، وهذا فيه نذر أن ينحر غنما، والراوي غير الراوي الأول، السؤال سؤال آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. قد وصفت هذه المرأة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة والإجلال في نفوس المؤمنين، وأنها كانت تنظر إليه تبده ببصرها، يعني لا تغضي ولا تترك يعني النظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، وأن أباها قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع صوته وسأله وأصغى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه، فهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وأن المحتاج يصل إليه صلى الله عليه وسلم بدون مشقة. فسأله فاستوضح منه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان لا يكون فيه محذور شركي، أنه يقصد من أجل ذلك، فلما استوضح صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يذبح غنمه في المكان الذي نذر فيه، فدل على وجوب الوفاء، على وجوب الوفاء بالنذر، وأنه إذا عين له مكانا فإنه ينفذ ذلك في هذا المكان الذي عينه، ربما يكون فيه محتاجون وفقراء، فيكون هذا النذر لهم فينفذ في المكان الذي عينه. نعم. صلى الله عليكم. ما لم يكن هناك مانع شرعي. نعم. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم عن ابن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيء منه. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قلت إن أمي هذه عليها نذر، نذر مشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أن أقضيه عنها. قال نعم. نعم. وهذا كالرواية، كالرواية السابقة أنه صلى الله عليه وسلم استوضح من السائل ألا يكون هذا المكان يقصد بمقصد جاهلي، فلما تبين له صلى الله عليه وسلم براءة هذا المكان وبراءة نية الناذر أمره بالوفاء بنذره. وأما نذر المشي فهذا من نذر المباح، إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين، يمين إذا نذر مباحا أن يفعل مباحا فإنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. صلى الله عليكم. وقال حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. وهذا كالأحاديث السابقة في أنه إذا كان المكان الذي نذر أن يذبح فيه خاليا
من مقاصد الجاهلية الشركية فإنه يوفي بنذره، لأنه يكون نذر طاعة خاليا من المحذور. تضافرت الأحاديث في هذا المعنى مما يؤكد على أن المفتي يجب عليه أن يستوضح من السائلين مقاصدهم قبل أن يفتيهم، لئلا تقع الفتوى على مقصد خاطئ. وأما التي نذرت أن تضرب الدف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدف معروف وهو نوع من أنواع أدوات اللهو، من نوع أدوات اللهو، إلا أن الدف يكون مسدودا من جهة ومفتوحا من الجهة الأخرى، بخلاف الطبل، الطبل يكون مسدودا من الجهتين، وهما من أدوات اللهو. ويحرم استعمال أدوات اللهو إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات خاصة، مثل ضرب النساء على الدف في مناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح، ومثل قدوم الغائب، وهذا هو الذي قصدته هذه المرأة، أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر. فيباح ضرب الدف لقدوم الغائب أخذا من هذا الحديث وأمثاله. نعم، أحسن الله إليك. وهو من نذر المباح، إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوجه الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما، إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سمه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم، الشيخ رحمه الله يريد أن يوفق بين الروايات الواردة في هذا الموضوع، فإن هذه القضية وردت بألفاظ كثيرة. قال: فلعل هذا أنه من تعدد القضايا، وأن كل شخص سأله عن مسألة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجوبة متوافقة للأشخاص. والغرض من هذه الروايات جميعا أنه لا تجوز موافقة الكفار في أعيادهم، لأنه قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فدل على أنه لو كان في هذا المكان عيد من أعيادهم، وهو العيد المكاني الذي يجتمعون فيه لفرحهم ولهوهم، فإن المسلم لا يشاركهم في ذلك. ولو كان هذا في زمان مضى وانقضى، فإنه إذا فعله بعدهم يكون إحياء له، فلا يجوز هذا العمل. فكيف إذا كان العيد حيا ويقام فعلا؟ فهذا أشد أنه يشاركهم فيه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.